القرآن. سورة سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. سورة سبأ. ترتيبها بالمصحف الشريف. هي السورة 34 ترتيبا. سبب تسميتها. سمي سبأ لذكر قصة هذه المدينة فيها. تاريخ ومكان نزولها. مكية، نزلت بمكة المكرمة. ترتيب نزولها. هي 58 نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الآيات والكلمات والأحرف. عدد الآيات 54، عدد الكلمات 884، عدد الحروف 3510. المحكم والمنسوخ من آياتها. المحكمة 53، المنسوخة 1. مواضيعها. تفتتح السورة بحمد الله تعالى وبيان سعة علمه وقدرته، تذكر بالبعث يوم القيامة والحساب. تأتي السورة بأمثلة من الواقع التاريخي على فريقين من الخلق، الشاكرون لله تعالى كالنبي داود وابنه سليمان عليهما السلام، والكافرون المنكرون كأهل سبأ الذين عاقبهم الله بسيل العرم. ثم تلتفت الآية إلى المشركين لتسألهم عن حجتهم في شركهم، وبعدها تعلن للكون عالمية رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتقرر السورة القيم الحقيقية التي يكون وفقها الحساب والجزاء، وهي الإيمان والعمل الصالح. وتختم السورة بمثل ما بدأت به من الدعوة إلى الإيمان بالواحد القهار.